بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله حبيباتي راكو كامل بخير وكامل مهنيين. اليوم راح نديرو لبابا. لبابا بصح نديرو التقليديين، الوصفة الأصلية، ماشي هادوك اللي يديروهم شغل بغيوش برك ويسقوهم. هنا في الغيسيبيون تاعك حطي كاس ونص تاع الفارينة. أنا هنا ماشي أنا اللي خدمتهم، فرد من أفراد العائلة تاعي هو اللي خدمهم. حطي كاس ونص تاع الفارينة، زيدي زوج مغارف معمرين تاع السكر، ديري هكداك واحد المغرف تاع الزبدة هكدا فتتيها وحطيها، وملحي حسب الحاجة. أنا اللي بابا نملحهم كيما خبز الدار، نقص شوية برك. يا خويا وريت لكم كيفاش تملحوا الحلويات. تقسمي العجينة تاعك على ثلاثة، ملحي دو بارتي وخلي اون بارتي هكذا باش تجيك بنينة. بزاف اللي يديروا غير قرصة برك تجيهم صامطة. خلطي هذوك المكونات الأولانيين مع بعض، ومن بعد زيدي لهنايا ابدا يلمي في العجينة تاعك غير بالبيض. هادو هما اللي بابا تاع الصح. عفوا لهنايا اللي بابا تاع الصح لهنايا تلميهم غير بالبيض، ما تلميهم لا بالحليب لا بالماء. وشنو قبل ما تبداي هذه العمليه، احكمي مغرف تاع خميره الخبز، حطيها هكذايا في كاس، وحطي عليها 3 مغارف تاع الماء ولا 2 مغارف باش تحلحلي برك هذيك الخميره تاعك. ومن بعد خليها ابار لهنايا حتى تلمي شويه العجينه تاعك، تتلملك بالبيض. يا ربي زوج حبيبات تاع البيض برك لهنا في هذه الكميه اللي عطيتكم. ايفوا تلميها تما وين تحطي الخميره تاعك. الخميره قلت لك حطي عليها زوج مغارف تاع الماء يكونوا دافيين حتى لثلاث مغارف، وخلطيها مليح مليح وخليها ابا. وهناك تشوفوا طريقه العجن، وريتها لكم كيفاش تعجنوا بالباتور. لازم تحبطوا وتطلعوا، تحبطوا وتطلعوا، اعجنوها لمده هكذاك واحد 8 دقائق. والصوره راهي توضح كل حاجه، خاطرش لي بابا التقليديين لازم يتعجنوا، لازم العجينه تاعهم تجي الاستيك هكذا. كي تجبديها تلقايها شغل لاستيك في يدك. هنا بعد ما عجننا مليح مليح، دوكا حطي هذيك نص مغرف، قلت لك مغرف تكون ممسوحه تاع الخميره، حطي عليها زوج مغارف راح يوضح لكم لهنا في الصوره. زوج مغارف ما يكون دافي لهنايا، وخلطيها خلطيها مليح مليح، ما تخليش الكتل فيها، لازم كي تخلط تكون هكذايا كي شغل سائل باش تحطيها لداخل، ما تخليش الكتل فيها هكذا باش العجينة تاعك ما يبقاش فيها هذوك الكتل كي تكوني تاكلي فيها. هكذا خلطي مليح مليح، ومن بعد زيديهم على هذاك الخليط اللي كنت عجنتيه مليح. ومن بعد زيدي عجنيها لهنايا هكذاك واحد زوج دقائق حتى ثلاثه، قد ما تعجني لهنايا في المصلحه. والصوره كما راكو تشوفوا راهي توضح كل حاجه. هنا بعد ما تعجنيهم مليح مليح، وطريقة العجن وريتها لكم، كاين بزاف اللي يروحوا يحكموا هكذا الباتور تاعهم، يحطوا هاد لي كروشي ويروحوا يخلطوا كي شغل راهم يخلطوا بهذوك اللي نطلعوا بهم البيض. لا لا، هكذاك تفسدي الباتور تاعك وما يضايلكش. وهنا زيدي لافاني، هكذاك واحد المغرفة صغيرة تاع لافاني، وزيدي خلطي، كل ما تحطي مكون خلطيه. في الاخير كامل انا هنا راح نديرهم في لي كوبلي. هادوما هما يديروهم في ليمون تاع المهرس. المهرس بصح كبار شويه على المهرس، يكونوا طوال شويه. المهرس نعرفوه شويه صغير، هما لا يكونوا هكذا شويه طوال. انا ما عنديش هادوك ليمون، راح نديرهم في لي كوبلي هادوما تاع القهوه. وشوفوا العجينه لهنايا كيفاش تولي لكم طريه وإلاستيكي. هذا هو القوام اللي تحصلوا عليه، وفيها امبريونس يعني ما شاء الله تخرج روعه. وهنا بداو عمروا، عمروا لهنايا نصف تاع الكاس، ما تعمروش حتى الفوق، حطوا نص تاع الكاس وخلوهم يخمروا حتى يوصلوا حتى يتعمر الكاس للفوق. هنا ماهيش معمره بزاف، لازم يزيد لها شويه لهنايا. قلت لكم نصف تاع الكاس هاوليك،
وتكونوا دهنتوه من قبل هذايا الكاس مالغري ستان كوبلي، تقدري تقطعيه وتجبديها فاسيلمون بصح مالغري الدهنيه. دهنيهم حطيهم وخليهم يخمروا حتى يوصلوا للفوق، ومن بعد شعلي الفرن على 170 وطيبي. ولهنايا روحي لا كريم باتيسيير، اي كريم باتيسيير تحبيها ديريها. درنا معكم ديجا بزاف لي كريم باتيسيير، تحبيها بالبيض تحبيها بلا بيض. اون فوا طيبي لا كريم باتيسيير تاعك حطيها هكذا ابا، ومن بعد طيبي لهنا زيدي حكمي لهنا عفوا لا كريم شانتيي هكذا، قيس نص كاس زيدي له نص كاس تاع الحليب، طلعيها هكذايا حتى تحصلي على هاد القوام، يعني حتى تطلع لك مليح مليح. ومن بعد حكمي لا كريم باتيسيير تاعك. هنا لا كريم باتيسيير كي بردت دوك راح يزيد عليها لا شانتيي هكذا، وخلطيهم كامل مع بعض باش تجيك هذيك الكريمه تاعك بنينه هكذا. كي تخلطي هذه وخلي شويه تاع لا شانتيي لهنا، ما تحطيهاش كامل، حطيها بيه هكذاك واحد نص كميه، وخلي نص كميه للديكور. هنا دوك نمروا للشربات اللي راح نسقيو بهم هذوك لي بابا. حطي لهنايا زوج كيسان تاع الماء، وحطي عليهم كاس تاع السكر، وخليهم يغليو غير 5 دقائق برك وطفي. حطي هكذا اون ترونش تاع القارص، خلطي لازم تخلطي هذاك السكر باش ما يحبطلكش للتحت، وخليهم يطيبوا 5 دقائق وطفي عليهم. هاكو تشوفوا النتيجه كيفاش يجيو، وكانهم يعني خدمتي كيما نقولوا حنايا مسكوتشو، ماشي خدمتي عجينه تاع لي بابا، يخرجوا شاش 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 ما شاء الله. دوق لهنا حكميهم وبيكيهم هكذايا بان كيور دون باش يشربوا لك هذاك السيرو مليح مليح. لازم تشربيهم لهنا مليح، اللي ما يحبوهمش مشربين بزاف هذاك الامر يرجع ليهم. ميم لما كفاك الشربات تقدري تزيدي كاس واحد اخر وديري. حنا هنا راح نديرو مذاق تاع الفراز، حطيت لي فراز انايا قطعتهم، درت لهم السكر، ومن بعد خليت هذاك السيرو اللي حبط من تحته هو زدناه لهنايا. هنا كي تزيدي هذاك السيرو تقدري تنقصي شويه من السكر الاخر، اللي ما يحبوش الحلاوات بزاف، واللي يحبوا الحلاوات بزاف يديروا الكاس تاع السكر مع زوج كيسان تاع الماء، ويزيدوا هذاك شويه تاع السيرو اللي خرج لنا من لي فخاز. وهنايا لي بابا راهم باردين، الشربات راهي سخونه، ابداي لهنايا شربيهم مليح مليح حتى تشوفيهم انتفخوا، وكي تمسيهم هكذايا تلقايهم طرا ونحيهم. قلت لكم ميم لما كفاتكم الشربات تقدروا تزيدوا، انا درت كميه قليله على بها، درت غير زوج كيسان وكفاتني، كانت عندي تانيك من قبل. لازم تشربيهم لهنا مليح، حطيهم هكذا في قطاره وخليهم يقطروا. كملي كامل العمليه مع لي بابا الاخرين. هذه هي قلت لكم الطريقه التقليديه اللي كانوا يديروها بكري لي زيطاليان هكذايا، وكامل كي يخدموها هذه هي الطريقه التقليديه الصحيحه تاع لي بابا. انا حبيت نعطيكم المذاق الصحيح، يعني جربوه وذوقوه وردوا لي بالخبر. هاوليك لهنايا لازم يتشربوا مليح مليح وحطوهم يقطروا. هنا بعد ما شربناهم مليح تقدري تخليهم وتعاودي تشربيهم، تسخني السيغو تاعك وتعاودي تشربيهم. هنا دوك حكمي هذيك لا كريم اللي درتيها الاولانيه اللي مخلطه، اللي حطينا فيها لا كريم باتيسيير مع لا كريم شونتيي، حطيها في اون بوش ولا ساشي لما عندكش، ولا حطي اون دوي وبداي عمري في لي بابا تاعك. والصراحه توضح لكم كل حاجه، راكو تشوفوا لهنايا صدقوني يخرجوا ما شاء الله ملاح هكذايا للشهر الفاضل كتحليه. ديريهم يعني كل واحد كل فرد تقدري تعطي له هكذايا اون باغ راهي لاباس بها، يعني وحده تكفي ما شاء الله. وتقدري تقدمي معاهم ديسير تانيك، ميم لا عندك لهنا ديسير تقدري تعمري لداخل. انا هنا كان عندنا غير فراوله بر، درناهم غير بالفراوله. تقدري تخلطي لهم شويه فاكهه، لا عندك بانان لا عندك كيوي لا عندك، يعني اللي عندهم ديسير يقدروا يحطوا. هنا حلي لي بابا تاعك، ما تحليهوش حتى لتحت كامل، حلي برك وتجبدي هكذايا، ها ماهيش لاصقه ماهوش حلهم حتى لتحت كامل. عمري لهنايا شويه تاع لاكخيم داخل، ومن بعد زيدي حطي قلت لك الديسير اللي تحبي نتيا، اي نوع عندك في الدار تقدري تحطيه.
حنا انا قلت لك درت هذوك لي فخاز، كنت قطعتهم من قبل ليله من قبل، انا خدمتهم ليله من قبل، حطيت لهم شويه تاع السكر، خليتهم طلقوا هذاك السيرو تاعو، صفيتهم وهذاك السيرو زدناه للشربات تاع لي بابا، ومن بعد زيد يغطي بالكريمه. تقدري تقدميهم غير هكذا، هما يقدموهم غير هكذايا، كيما تقدري تزيدي لهم تزيين بسيط بلي فخوي كيما تحبي. حنا قلت لكم عندنا غير لي فخاز درناهم بهذا الشكل، صدقوني يخرجوا ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تكون عجبتكم، نبقى لي غير نقول لكم كالعاده دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله.